لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية اللي هتقام في غانا في الفترة من 8 لغاية يوم 23 مارس. المشاركة المصرية مهمة جدا، وحاليا الاستعداد ليها بيتم على قدم وساق. سيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في اجتماعات متواصلة مع اللجنة الأولمبية وكمان مع كل الاتحادات الرياضية، وده حصل امبارح، وبيأكد من خلال هذا الاجتماع أنه يعني جاهزين أو الوزارة جاهزة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة وكمان التحفيز لكل اللاعبين ولاعبي المشروع القومي للموهبة، هم كمان اللي بيشاركوا، وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في البطولة دي. بالمناسبة الجدير بالذكر يعني أن في البطولة دي تحديدا بيشارك عدد من لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن الموضوع ده قبل كده مرات ومرات، وبالمناسبة هم 6 لاعبين ولاعبات في 3 ألعاب مختلفة: المصارعة والجودو ورفع الأثقال. المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعتبر نقدر نقول إيه، نواة للمنتخبات الوطنية، لأنه إن شاء الله مستقبلا هيقدم لهم أبطال رياضيين في مختلف الألعاب، لأنه بيركز أصلا على اكتشاف المواهب الرياضية في كل المحافظات المصرية. بالمناسبة بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية هتضم 262 لاعب ولاعبة هيتنافسوا في 21 رياضة مختلفة. بنتمنى لهم إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق.